قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هل يجوز للمسلم أن يبدأ الكافر بصيغة للتحية تشبه السلام كصباح الخير ومساء الخير؟ لا يبدأه بالسلام وإنما يمر عنه بدون سلام، ولعله يستيقظ هذا إن كان من العقلاء فيعرف أن سبب حرمانه من التحية لأنه كافر غير مؤمن بدين محمد صلى الله عليه وسلم فيجره إلى الإسلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تبدؤوهم بالسلام. الحمد لله رب العالمين.